هنا من قلعة سانتياغو برنابيو على هذا التيفو وروعة استوديو. المباراة في استاد القمة، كلاسيكو الموندو، برشلونة ريال مدريد، ريال مدريد برشلونة اليوم عبري بلغتنا لغة الذات، ولكن باللغة التركية، في لغة الإسبان الماتادور، في لغة فيتوريكو الفرنسي، في لغة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغة الشرق الأقصى من أندونيسيا إلى تايلاند. إذن هذا اللقاء نترككم في هذه اللحظات للتاريخ مع كلاسيكو بحساباته الكثيرة وعقاباته الكبيرة. بافار في طرف يمين، هيرنانديز يمثل فرنسا باليسار، فاران ومتيتي قلبي الدفاع، كونتي بوغبا للارتكاز، ماتويدي مبابي، غريزمان القدم. سيدخل فرنسا التاريخ ويسمح لها بالتتويج. غريزمان با 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 جول 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 جول، الفرنسيون يفعلونها جول. هل دخلت الكرة لوحدها أم ضربها غريزمان أم استلمها من هنالك فران أو أوليفيا جيرو؟ وجول، أول أهداف المباراة، غريزمان حتى فوق الرأس، وجول وجول وجول. أم هو ضد مرماه؟ من الذي افتتح مجال التسجيل؟ المهم فرنسا سجلت جول. أي أي بسرعة، راح الجول راح الجول راح الجول، بيريتي جول. يقدر عليه؟ لا يقدر عليه الجماعة. تسترجع من هنالك الكرة، وصلت غريزمان. الحكم ماذا قال؟ خطأ نعم لأنطوان غريزمان. لا أريد أحدا منكم أن يكلمني أو يخاطبني أو يرفع يده أمامي أو يحتج على قراري. حكم المباراة يقول بأن بروزوفيتش ارتكب خطأ هنا من أمام أنطوان الأرجنتيني نيستور بيتانا. خطأ إيردو كامودريتش وعودة كل اللاعبين الفرنسيين. الحكم يأذن، لوكا يستعد يتقدم، التوزيع. رافا فاران يلعب الريال عن طريق وسط الميدان اليسار، مارسيلو، مارسيلو الانطلاق، مارسيلو التوزيع، مارسيلو خطيرة، توني كروس، توني كروس خطيرة، رونالدو ضيع كرة، فرصة أولى هي لك مرة ثانية وما زال الخطورة. بابا با خطيرة، استلمها بيمنى وحطها بيسرى، جول. نعم يا بيريتشيتش، نعم، جول 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 جول. كرة مرفوعة من هنالك، فيرسال كرة جحا بالراس، مانجوكيتش بالراس، فيدا برجله حطها لبيريتشيتش، راوغ بوم حطها لك في الزاوية اليسرى، جول جول كرواتيا. بيريتشيتش ببراعة وبأعجوبة حطها في الجول، يستعد لتنفيذ المخالفة الركنية، غريزمان وبابا بخطيرة. يا ماتويدي، يا ماتويدي، الحكم ماذا قال؟ قال ضربة مرمى. التوتير حتى لبنزيما، بنزيما يضرب الميرانج الثاني، الله على كرة كسرت البار، العارضة كسرها كروس، كروس متهم بتكسير عارضة تورينو. هكذا غنت وقالت وصار. ضربوهم كونتر عصفور استح عصفور استح عصفور استح عصفور استح ويقعد عصفور استح عصفور 4-1 و3-0. الثاني اوروغواي، الثاني في المرمى، خرجت الكرة من كرش الحوت، خرجت الكرة من كرش الحوت، هذا من كرش الحوت ومن فم الكوبرا. الخبث التكتيكي والخبث الكرة بتاع الطليان، فيهم القوة بتاع الانجليز وفيهم شنايدر، مسجل هدف الصعود على السامبا، يسدد كرة هدف. الله يا 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 الله يا
اللعبة، يرجع بلقاء مراوغة، ترجع إثارة لفرصة لكرة تضيع، مش ممكن ضاعت من كافاني. فرصة التعادل ضاعت من كافاني. حمص لا يا روبن، هذه بتاع الباساج للسفين. نحن اضرب الكرة، سدد الكرة، شنايدر يركنها له، اذكي برشا، الهدف الثاني يركنها له شنايدر، يركنها له شنايدر جول، حتى له شنايدر. نعم هو العريس، نعم شنايدر، نعم يا شنايدر، البالندور ستكون لشنايدر يا هولندا. موزليرا موجود، هذا هو ديرك كويت، لعب الان في ميدان فورلان، السرعة مطلوبة، دييغو فورلان سيضرب، سيضرب يسدد يتعادل. جول 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 جول. تبقى على الحارس كورتوا البلجيكي 20 سنة، الدول البلجيكي خطيرة. يمشي رونالدو حتى له جول 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 يا بابا، وين حتى قار كاسياس، منين ليك هذا يا رونالدو؟ مش ممكن، مش معقول رونالدو يسجل الهدف الأول. ليسمع العالم، ليسمع من به صممه، وليعلم من لم يصله خبره، وليعترف من فيه نظره أنك الأسطورة يا بورتوغيز. رونالدو جولاتو، جول ريال مدريد. ما يجيبهاش وياخذ طاير للباتروس ويعمل يدين للباتروس، ما ياخذهاش ما يوصلهاش. رونالدو حتى وين يسكن الشيطان.